هل لديك معرفة يعني نعم هل لديك معرفة عن المادة المطبخية الزعفران أو الخرقوم؟ ما عرفش أنا كتشري وشوف الأرض عليكم كتمشي عند ملحن وتقول يعطينا الزبدة كيعطيكم باكية ديال المارغرين راه هي الزبدة كتمشي عند تقول يعطينا الخرقوم كيعطيكم واحد باكية فيها صفيفرة صباغة ويقول لكم راه خرقوم الله يرضي عليكم راه أنتم اللي مسؤولين راه ما كاينش مراقبة ولا راه أنتم اللي مسؤولين على أنفسكم تبينوا على الأقل في هذه الأشياء هذه فملحن إلا سألته واش عندك الزبدة وعطاكم ديال الباكية ضربها لي بالتشنيقة وديه للكوميسارية ما عندوش الحق يبيع لك المارغرين بسمية الزبدة في القانون المغربي كيرفض هذه المسائل هذه وتشدد القانون المغربي في هذه المسائل هذه حتى أن القانون المغربي كيمنع الزبدة باش تباع في الباكية ديال البقر باش ما تخلطش مع المارغرينات ومالي الحوانت راكم شفتوهم اللي كتسولوا على الزبدة اللي عندها ديال الباكية كتقولي سولتك على الزبدة تقول زعما بحال بغا يقول لك راه هذيك الباكية زبدة يعني بحال بغا يكذب عليك ويغشمك وسكت يعني واش عندك الزبدة تقول لك عندي الباكية يعني هاد مول الحانوت عطيه درس الله يرضي عليكم باش ما عمرو يعاودها عطيه درس واخا يتقلق واخا عطيه درس هينش سميتو عليه يقول له الله يرضي عليك الباكية ماشي زبدة الله يرحم لك الوالدين ماشي عيط مخلي لي كفالتها 60 ريال بفضل تجي انا تقتلني راه مخلي لهم فضل كبير نيت باش راه مسلطينهم عليكم ثم هاد القضية ديال الزعفران الزعفران اللي معروف عند العطار هادوك العروق هادوك اللي راسين اللي كيطحنوهم خرقوم هذاك معروف زعفران وزعفران الاخر ديال الشعره اللي كيجي من قلعه مكونه زعفران الحر الشعره راه تا هو ولا كيزوروه ولا كيشدوا هادوك الشعر ديال الخرشوف وتيصبغوه وتيدير لكم في باكيه ديال البلاستيك كيبيع لكم 5 دراهم تا هو ولا مزور هذاك باش تعرفوه راه ساهل باش تعرفوه راه تشموا الرائحه ديالو راه الريحه ديالو معروفه زعفران وكاين راه كاين زعفران كاين زعفرينه كاين واحد شي شعر ديال زعفرينه تا هي دخلوها في هذا سميتو عليا هذاك طبيعي كيف ما كان الحال اما هاد الباكيه الصفراء اللي صغيرة كتسوسوها في تتصفر لكم الدجاج وتصيب لكم المراقي والصفر هذيك راه صباغه راه يعني راه خطيره جدا راه ماشي من سميتها راه هذيك راه منتوج سرطاني مصنف في لائحه ديال المنتوجات السرطانيه يعني ما فيهاش في اوروبا ممنوع يتباع يعني محظور يعني في اوروبا محظور وكثير النساء دابا عزيز عليهم لان كيصاوب لهم الطبيخ وكلهم كيشريو ورخيص لان كيشريو الباكيه فيها 25 مع 50 يعني كتدي لهم شهرين ولا ثلاث شهور كيبقى كل مره تاخذ وحده تسوسها تما وصافي وداك الامور سهله يعني خذوا يعني هذه الفلفل المطحون التحميره اللي كتسموها هذه خذوا فلفل مطحون ماده طبيه والله منيره هذه الفلفل المطحون وخذوا خرقوم هذا ديال العطار راه واحد البنه ديالو في الاول ما غتقبلوهاش هما اللي تديو عليه غادي يولي يجيكم مزيان راه غير عادات غذائيه يعني بحال الفرماج الناس اللي ما كيبغيو المذاق ديالو ما كيعجبهمش ولا حاجه ملي غادي تدي عليه غادي تولي تاكلو راه امور سهله المسائل الاخرى هو ان في شهر رمضان هذه ماشي تناسيتها ولكن نسيتها يعني ان في شهر رمضان اذا زدتوا نتوما صايمين وزدتوا كلتوا هذه المواد الصناعيه شنو درتوا هذا ما كتستافدوش من الصيام راه لك التصايمين بعدهم المسائل الصناعيه كل ما هو طبيعي ويتزاد الدواء ديال الاغذيه على الدواء الصيام يعني يكون احسن